السيد مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري ينضم إلينا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. سيد مدبولي أهلا ومرحبا بك على شاشة CNBC عربية. إذا بعد هذا الأخذ والمد والحديث عن تباطؤ المفاوضات حسب وزارة الإسكان المصرية بسبب التغييرات الإدارية في أرابتك، ما مصير هذا المشروع؟ وحضرتك يمكن بس هو عايز اوضح بس هو مش تباطؤ بمعنى كلمه التباطؤ من الشركه، ولكن هو التغييرات الاداريه اللي حصلت يعني اخرت الموضوع، يعني نقدر نقول شهرين يعني. ولكن الحقيقه منذ زياره السيد رئيس مجلس الاداره الجديد الاستاذ خادم للقاهره ومقابلته رئيس الوزراء ومقابلتي، يعني في اهتمام شديد من الشركه انه تعيد المشروع يعني للانطلاق بقوه. احنا النهارده يعني عقدنا جلسات، مجموعه جلسات عمل في القاهره مع ممثلي الشركه، ويعني واعتقد هيبقى هناك جلسه اخيره ان شاء الله خلال شهر ديسمبر للاتفاق على الامور والتفاصيل النهائيه باذن الله. طيب بدي توضح لي شغلي ايضا معالي الوزير، يعني بعض المعلومات الصحفيه في مصر تتحدث عن تراجع الحكومه عن اسناد مشروع المليون وحده سكنية بسبب عجز الشركة عن التمويل، إلى أي حد هذا الأمر صحيح؟ هل يمكن لك أن تؤكد أو تنفي؟ عجز الشركة الشركة أرابتك يعني؟ نعم نعم. اللي هو مقصود بها كذا؟ عجز الشركة أرابتك. الحقيقة ما حصلش أي تراجع من الحكومة المصرية عن المشروع، وما زلنا زي ما بقول لحضرتك وبأكد في التفاوض، كان المجموعة الوفد من الشركة كانوا موجودين الأسبوع الماضي في القاهرة. وعقدنا معاهم جلسة عمل موسعة لهذا المشروع، وإحنا ما زلنا في المطار يعني. وأرجو برضو أن نتذكر أن وقت الإعلان حتى عن المشروع نفسه في شهر مايو الماضي كان هناك ذكر أن الدراسات الفنية والاقتصادية ستستغرق 6 أشهر، فإذا أضفنا ليهم شهر أو 2 بسبب مثلا التغيير اللي حصل في مجلس الإدارة، فإحنا ما زلنا يعني في مرحلة الدراسة. وأتوقعي إن شاء الله إذا الأمور يعني مضت على خير هيبقى ان شاء الله على بدايه العام يعني نبدا الانطلاقه يعني ان شاء الله. مع انه طبعا بس بذكر بوزاره الاسكان المصريه المهندس او نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه لشؤون التخطيط قال حتى الان لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول مشروع المليون وحده سكنيه، يعني الحديث ايضا ان التعاقد اول مره كان فقط بالاحرف الاولى. طبعا يعني حضرتك ما هو ده يعني ده يوضح نيه الجانبين على يعني دفع المشروع، ولكن لم يتم التوصل للاتفاق النهائي لان ما زلنا في جلسات التشاور وجلسات الاتفاق على اسعار الوحدات السكنيه اللي هيتم يعني ستقوم الشركه بتنفيذها، لان كانت فكره المشروع لو حضرتك تتذكر في الاساس هو ان يكون الوحدات بسعر مناسب واقل بكثير من سعر السوق الحالي في مصر، وهذا هو ما زلنا في مرحلة التفاوض مع الشركة حتى هذه اللحظة يعني. يعني برجع للموضوع الأساسي اللي ذكرتوه بوزارة الإسكان، التغييرات بمجلس الإدارة في أرابتك أساهمت إلى حد ما في تأخير إلى شهر أو شهرين هذا المشروع. السؤال المطروح أنه التغييرات المحتملة لأي مجلس إدارة هو موجود في أي شركة، يعني أي شركة معرضة لتغييرات في مجلس الإدارة، هل يتوقف مشروع على ذلك؟ أي مشروع ما يتوقف على هكذا تغييرات إدارية؟ والله طبعا يعني لما حضرتك يبقى في تغيير كبير في شركة، ويعني المفروض احنا كنا فما زلنا، خد بال حضرتك التغيير ده تم ايضا كنا ما زلنا في مرحلة التفاوض وانتظار تلقي العروض الفنية والمالية من الشركة. يعني خد بال حضرتك لما حصل هذا التغيير لم يكن الشركة بعد كانت انهت الدراسات سواء الفنية او المالية، وبالتالي احنا من جانبنا كحكومة مصرية كنا ما زلنا في انتظار العروض اللي تيجي من الشركة. فيمكن عشان كده بس هو التغيير اللي تم من جانب الشركه بسبب هذا الظروف الظرف القهري اللي ما اعتقدش يعني ان المفروض كل يوم او كل سنه بيتغير مجلس اداره، يعني يمكن اعتقد انها ظرف استثنائي واحنا مقدرين هذا الموضوع وفي انتظار يعني ان شاء الله الوصول للتفاوض النهائي. يعني في هذا الاطار انه لا تلكؤ من ارابتك ابدا في هذا المجال، وان المشروع فعلا سينتهي في العام 2020 كما هو مخطط له ان شاء الله. هو في اتفاق طبعا على يعني يمكن يبقى في بعض التعديلات في المراحل نفسها، لان ده اللي لسه ما زلنا ايضا في التفاوض مع الشركه سواء في اعداد الوحدات والمراحل التنفيذيه بتاعتهم،
وما زلنا ان شاء الله اول ما هيتم الاتفاق على كل شيء سيتم الاعلان عنه، وان شاء الله يعني اتمنى يكون قبل نهايه عام 2014. نعم. السيد مصطفى مدبولي وزير الاسكان المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. اعود مشاهدينا الى